يعقد اليوم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي مؤتمرا صحفيا يتناول موضوعي التحالفات السياسية وملفات الطعون. وأفاد متحدث باسم الائتلاف أنه سيتم عرض مئات الوثائق والأدلة لعمليات تزوير الانتخابات العراقية. كان الرئيس العراقي جلال طلباني قد دعا قادة الكيانات السياسية إلى عقد اجتماع موسع لبحث التحالفات وتوحيد وجهات النظر بين جميع الكيانات وتشكيل حكومة شراكة وطنية ترضي جميع الأطراف. في إطار المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة، دعا رئيس الجمهورية جلال الطلباني قادة الكيانات السياسية إلى عقد اجتماع موسع للبحث في عقد التحالفات وتوحيد وجهات النظر بين جميع الكيانات وتشكيل حكومة شراكة وطنية ترضي جميع الأطراف. دعوة الطلباني لاقت ردود فعل متباينة من قبل الكيانات السياسية، حيث شدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي على ضرورة حسم قضية الطعون وإعادة النظر بنتائج الانتخابات قبل الجلوس إلى طاولة الحوار. تشكيل حكومة بهذه الطريقة أمر غير مقبول، ما حد راح يعطي حق لغيره، يجب إعادة النظر بنتائج الانتخابات ثم نذهب الى الحوارات وتشكيل حكومه ولا بأس. احنا نشوف ما نريد نجر الشعب او الشارع العراقي الى مشكله ما بين الاطراف السياسيه، ولكن في نفس الوقت ما نقبل من الاطراف السياسيه المقابلين ان تاخذ حقنا. القائمه العراقيه التي سبق وان رحبت بفتح الحوارات بين القوائم الانتخابيه طالبت قادة الكتل السياسية بالاستجابة لمطالب الشعب الذي سعى إلى تغيير الأوضاع في العراق من خلال الانتخابات التشريعية الماضية. هناك قاعدة كبيرة أرادت التغيير، أرادت تقدم العراق، أرادت تغير شيء من الوضع اللي تعيشه العراق، حياة مأساوية من ناحية المدنية والعسكرية والمؤسساتية، وحتى القضاء العراقي كان غير مستقل. الأوضاع الأمنية المتوترة التي خلفتها وبحسب مراقبين صراعات الكيانات السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة تركت آثارا على علاقة العراق بمحيطه الخارجي، لا سيما بعد استهداف سفارات وممثليات عدد من الدول العربية ومنها القنصلية المصرية، إلا أن السفير المصري في العراق أكد أن أعمال العنف لن تؤثر على العلاقات الطيبة بين البلدين. نحن نثمن غاليا زيارة المسؤولين العراقيين وتضامنهم مع الشعب المصري والسفارة، ونعتبر أنها رسالة واضحة أننا جميعا نقف في خندق واحد. وتأتي تلك الأحداث في وقت أكد ائتلاف دولة القانون امتلاكه أدلة تثبت حدوث عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية، الأمر الذي لاقى انتقادات من قبل قوى سياسية وجهات أمنية خوفا من تأثير تلك التصريحات على الوضع العراقي بصورة عامة. قوى سياسية تدفع باتجاه الحوار وأخرى متمسكة بموقفها المعترض على نتائج الانتخابات، وما بين الاثنين يقف المواطن العراقي محفوفا بمخاطر أعمال العنف وحاجته إلى حكومة توفر له الخدمات. أحمد فاضل، النيل، بغداد.